هل هناك دليل او شيء يحث على حلق شعر الراس؟ حلق الراس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت الابط كمان، قال الراس احلقه كله او دعه كله. لما راى انسانا قد حلق بعض راسه وقزع قال احلقه كله او دعه كله، والنبي حلق راسه في الحج عليه الصلاه والسلام، فالحلق لا باس به، وتربيته اذا قوي على تربيته على وجه شرعي لتعسف النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بذلك. طيب إذا قوي عليه واعتنى به لا لقصد الفساد والنساء وأشبه ذلك فلا حرج، وإن حلق فلا بأس. أما الإبط فالسنة أخذ الإبط نفسه نفسا، هذا هو الأفضل. والعانة كذلك يحلق حلقا والأظفار تقلا والشارع يقص، هذا سنة. والغدد إذا طال وجوبا وتقص الشوارع وأعه اللحى وأمر بنفس الإبط وحلق العانة وقلب الأظفار للرجل والمرأة، هذا عمل الرجال والنساء جميعا، المشروع للجميع قلب الأظفار نصف الإبط حلق العانة، هذا للجميع، وقص الشارب للرجال.